طبعا لازم نتعلم درس من الكلاسيكو الهلال والاتحاد في هدوء بسيط جدا. لازم نعرف الاتحاد خسر بسبب انه لم ما استغلش الفرصه كويس، ما استغلش فرصه ان الهلال ما كانش موجود، ما استغلش فرصه انه ممكن يزود عدد الاهداف من الشوط الاول كان خلص الجيم، ودي مشكله كبيره. انت بتلعب خصم كبير، فلما تلاقي خصم كبير المفروض ما تتهونش، المفروض تخلص عليه بدري، خلص عليه ليه؟ لان انت لو ما خلصتش عليه هيخلص عليك، وده اللي حصل مع الهلال. شفنا الاستفاقه وشفنا ان في بعض المحطات لازم نتكلم فيها. اولا ياسين بونو، ياسين بونو نجم المباراه وجهه نظري، على الرغم انه شال 3 اهداف بس في كور اذا دخلت كانت خلاص الجيم انتهى. يعني انت في اول الشوط الثاني انفراد شالوا، كان ممكن تبقى 4، اعتقد كده النتيجه خلصت. حتى كمان في نهايه الشوط الاول في فرصتين شالوا، واحده من بنزيما واحده من عبد الرزاق حمد الله، كان ممكن النتيجه تبقى 5، فهو شال. فالنتائج التصديات دي المباراه خلصت، والمباراه يعني تقدر تقول بدات تروح في سكه الهلال بسبب التصديات دي. يعني ياسين بونو، ياسين بونو عمل جيم عالي جدا. لازم نتكلم على ان ميشيل ديلجادو، اما يبقى عندك لعيب متحرك، لعيب ما تعرفش بيلعب في اي مكان، يمين ولا شمال، بيروح هنا ولا هنا، ده لعيب ما يقعدش، لانه لعيب بيخلخل اي دفاعات. وانا واحد من الناس حتى في وجود نيمار ميشيل ديلجادو ما يقعدش. لازم نعرف ان كمان ان كوليبالي انا شايفه مع دفاع الهلال مش هو ده كوليبالي اللي احنا متخيلينه، او طريقه لعب الهلال مش مساعده كوليبالي على انه يبان. انا اعتقد ان الهلال لازم يكون عنده ثقافه ان احنا نلعب تحت الكوره، ولاعيبه مش كل شويه طيارات تطلع قدام، مش لازم سعود عبد الحميد كل مره يطير، الشهراني، البليهي، وتلاقي كوليبالي كمان حتى بيزيد المساحات دي. يا جماعه دي كلها فين؟ وغير كده انت بتلعب دفاع متقدم، حلو الدفاع المتقدم ده مشكلته حاجه، المفروض اول ما الكره تنقطع منك تبدا ضغط على طول، تتحول من الهجوم للدفاع. ازاي؟ يعني انت الكره مع متروفيتش هجمه ضاعت، على طول متروفيتش يبدا يدافع، يبدا سالم الدوسري يضغط، لازم يشيل دلجاد، ولازم نيفيز، وطبعا سافيتش، وكانوا يضغطوا يحاولوا يستخلصوا الكره، لان اذا ما استخلصوهاش ده اللي حصل امبارح مع الاتحاد. وشفنا كورنادو كان فايق في المساحات، كان بيلعب ورا نص ملعب، طبعا كانوا سافيتش ونيفيز، وكان بيلعب في نص ملعب الهلال، وعمل جيم عالي جدا كورنادو. لولا الاصابه انا شايف برضو اثرت كتير جدا على مستوى الاتحاد. عايز اقول كمان لنونو سانتو، نونو سانتو المفروض انت تتعلم الدرس، انت مدرب كبير جدا، ويمكن انت مالكش حظ، مش محظوظ، انت مش قادر تخلص على الهلال، ونقطه ضعفك ونقدر نقول عليه ايه، الفرقه الوحيده اللي انت مش قادر تخلص عليها هي الهلال. الهلال فرقه انت يمكن حظك مش عارف، خلاص هي تركيبه كده خلاص، الهلال لازم يكسبك. لكن انت امبارح المفروض جبت 3، الشوط الثاني بقى تبقى انت معلم، حفظ لعيبتك ان هم يلعبوا تحت الكوره، طبيعي الهلال هيضغط، طبيعي الهلال هيضغط علينا، لان الهلال ما ينفعش يطلع مغلوب. استغل انت المرتدات، لكن اهم حاجه انك تامن دفاعاتك، اهم حاجه انك تامن دفاعاتك. شفنا الهدف الثاني وضربه الجزاء اللي يا جماعه انت بتتكلم فريق الاتحاد كله في نص ملعب الهلال، وده حاجه عمرها ما حصلت، وده حاجه كانت سببت في كارثه كبيره جدا. طبعا ضربه الجزاء، وكان ممكن لو يعني لمسه كمان من بدري كان ممكن يبقى فيها طرد. شفت انت اول كوره غلطت فيها اتعاقبت، اول كوره واول هفوه، لان انت بتلعب قدام فرق ما بترحمش. الهلال والاتحاد والنصر والفرق الكبيره ديت في والاهلي والشباب، الفرق دي بتعرف تستغل المساحات قوي المرتدات، فالغلط قدامها المفروض ما يبقاش وارد. والخطا الساذج اللي انت عملته امبارح، ان دفاع كل دفاع الاتحاد متقدم وبيهاجم، انت بتلعب الزعيم مش بتلعب ام الخلول، فانت امبارح المفروض تامن ماتشك، الماتش انت غالب 3-1 مش مستعجل، خلاص ايه هم اللي مستعجلين، سيب لهم الكوره براحتهم، وانزل انت تحت الكوره ومرتداتك كمعلم، وده اللي كان ممكن يحصل، وده اللي كان هيساهم بشكل كبير جدا 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 انك انت تطلع فايز بالمباراه. اتمنى ان يعني المباراه استمتعنا بيها، المباراه كانت فيها محطات كرويه كبيره جدا. شفنا طبعا بنزيما وتحركاته والهدف اللي بيتكعب جميل جدا، بنزيما اضافه كبيره جدا، حمد الله جاب جول جميل جدا واستغل خطا سافيتش اللي انا مش متخيل ان سافيتش يغلط الغلط دوت. لكن عايز اقول على عبد الرزاق حمد الله برده امبارح استهتر في اكتر من كوره كان ممكن يخلص بيها الجيم، واحد عمال ياخد يمين وشمال وموجه وديني وموجه تجيبيني، وضيع كوره كان ممكن تخلص الجيم. انا عايز اقول لكم على حاجه، الفرق الكبيره لما تقع قدامك حط عليها الضمير،
هو ده الفرق الكبيره المفروض تعمل كده. يعني انت في وقت من الاوقات بتلعب خصم قوي ولقيته مش في الفورمه مش في المود، حط ما تستهترش، لان صعب تشوفه كده تاني. فانت الهلال امبارح كان مش في المود، ما كانش موجود الشوط الاول، ما سمعناش لا مالكم ولا متروفيتش، يمكن متروفيتش بالهدف اللي جابه الجميل من الكره الوحيده العرضيه اللي اتلعبت، لكن لا شفنا سالم الدوسري، ما شفناش حتى كانه اللي طلع. مع ان خلي بالكم وده اللي انا عايز اقوله عليه كمان، ان خيسوس عمل مجازفه كبيره جدا، انك انت تطلع كانه وانت ثلاثه نص ملعب عندهم الطابع الدفاعي وتسحب كانه وتنزل مش عيل دلجادو، دي فيها مجازفه كبيره جدا. يعني نازل يهاجم، يعني نونو سانتو دافع كويس ولعب بقى مرتدات هيتكشف ظهرهم كتير، لكن انتوا للاسف ما خدتش بالك. وبينه وبينك العقاب كان سريع، انت بتتكلم في كام دقيقه العمليه بقت 3-3، هوب سالم الدوسري والهدف الرابع، الدنيا اتبرجلت بعد ما كان جمهور الاتحاد عمال يتنطط من الفرحه والسعاده، بدا جمهور الهلال اللي يفرح وطبعا يروح فرحان. عايز اقول للعيبه والمدربين، انتوا نكدتوا على جمهور الاتحاد لان الماتش كان بتاعكم، الماتش كان بتاعكم، الماتش كان المفروض تخلصه من بدري، كانت فرصة العمر انك انت تخلص الجيم، كان عندك فرص. بس انا بقول برضو كورنرادو اثر كبير جدا. وعايز اقول لجمهور الهلال، خيسوس عمل مجازفه ونجحت، خيسوس عمل المجازفه والريسك ونجحت، وده مدرب برضو كبير وفرح جماهيره. المهم كلاسيكو استمتعنا بيه، الكره السعوديه زي ما احنا شايفين الناس كلها كانت قاعده بتتفرج على الكلاسيكو. المهم استمتعنا بماتش، نتمنى يا رب، اتوقع الماتشات كلها تبقى كده. طبعا اتمنى ان التحليل البسيط ده يكون عجبكم، اذا عجبك الفيديو لايك وشير كومنت. سلام عليكم.